بك يا انطوان صباح النور صباح الخير يعني هل ممكن ان نصل الى الروبوت توني والروبوت امين والروبوت انطوان يوما ليش لا المنهجيه يعني مهمه جدا والسلوك فما ما فيك تعرف يعني نعم لليوم في روبوت صوفيا اليوم صح وسمعت اخر شيء انه متذمره من البشر وعم تهددنا بتكون تكونوا لطفاء معي او ما بكون لطيفه معكم صحيح <applause> هيدا كانت خبرية قديمة ولكن الناس ما بتعرف أنه في سلوك وبرمجية معينة من الإنسان هي موجودة بصوفيا يعني أو صوفي اه اللي هي عملت نقمة كبيرة كتير بمجتمعنا وقالت بدها تقضي على الإنسانية ولكن من بعد هيك زبطوا منهجية البرمجية بالسلوك حتى تقول أنا موجودة هون لساعد الإنسان أكثر وخصوصا بتطور الإنسان حتى السلوكي والمنهجي من خلالها تعرف هي بتعمل أو التواصل المباشر مع الإنسان بالحديث مش اكثر ولا اقل او حتى بالتحرك فالذكاء الاصطناعي منه شيء جديد ابدا بس صوفي اخذت شهرة كثير كبيرة بالدول العربية بعد اكيد ان عطوها الجنسية السعودية نعم. يلي عملت ضجة كثير كبيرة بالشرق الاوسط هو ولكن اول روبوت بيحصل على الجنسية هو, هو اول روبوت بس ولكن قصه الجنسيات وتحديدات الشخصيات تبع الروبوتس موجوده من ايام اليابان بس ما انتشرت القصه لانه صوفي وراء الماركتينج وراء عم بيكون منتشر جدا عالميا صحيح فما خدمه كبيره على التسويق صحيح, صحيح. يعني احنا توا مثلا كمشاهدين الناس اللي قاعده تحضر فينا كي يسمعوا مصطلح الذكاء الاصطناعي تفسيره ومظاهره لو كان عليه باكثر التفاصيل هلا البرمجيه اللي م -م. هي بتكون موجوده بالذكاء الاصطناعي ما شيء جديد ابدا شغله قديمه من ايام فيك تقول 1920 على ايام الجيوش البريطانيه واللي هن كمان ناس ما بتعرف انه ربحت بموضوع الذكاء الاصطناعي على ايام هتلر م -م -م. الناس ما بتعرف هالشغله انه ربحت بهالطريقه الحرب العالميه الثانيه من وقتها صارت تتطور لو وصلنا لهون انه يقدر ال الذكاء الاصطناعي يتحاكى مع الانسان بالذكاء مش بس مم. بالمصطلحات او بالحديث، فاذا التعاطي معنا او بيقدر نتعلم منه او نقدر ناخذ خبرات وذكاء من الذكاء الاصطناعي، يعني انا بعطيه فورملاز او الجوريزم يعني خرزميات معينه حتى يطورها ويوصلنا لإشياء نحن مش وصلينا يعني نحن عم نقدر نوصل هلأ على كواكب وعلى تحليلات بموضوع السرطان أو من وراء الحاسوب وهو الذكاء الاصطناعي يلي نحن عم ندخله هلأ وين الخطورة؟ الخطورة هي بالبرمجية تعرف أنه الإنسان عنده الشر وعنده الخير فجميع عم يكون فيه شر باستخدامات حتى التكنولوجيا مش بس الذكاء الاصطناعي هون الخطورة أنه إذا الإنسان ما انتبه على برمجية الحواسيب هيدي معقول تدمرنا ولكن معقول كمان تساهم بخلاص الإنسان من هون تقريبا لمية أو مية وخمسين سنة لأنه الريسورسز عنا بالكوكب عم تنتهي ومعظم المحللين والخبراء يعني صراحة الكبار والإجمال بقعد معهم كل سنة بلوس أنجلوس بيقولوا أنه يعني إذا مكملين نحن بالطريق في نهاية الإنسان، كل شيء عم بيختفي وخصوصا النحل، إذا اختفى النحل بلشنا فيها، اختفى الإنسان بعد هو بيل جيتس يعني رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت وأغنى رجل بالتاريخ بالعالم بيقول إنه الذكاء الاصطناعي رح يغير التاريخ بالوقت يلي مارك زوكربيرج رئيس مجلس إدارة فيسبوك بيتوقع إنه الروبوت ممكن يوصل إلى إنه يشعر مثلنا مثله. أنا هون بدي أسألك عن الشعور هل ممكن للروبوت أنه يحس بيوم من الأيام يكون عنده عواطف هالشغلة قطعناها يعني قصة الاستشعارات أو الشعور الإنساني الموجودة هلأ بروبوت بتقدر تشتريها من الأسواق موجودة ولكن خليني بس بتحل محل شعور الانسان الطبيعي لا هلا عم يدرسوها لانه تعرف الشعور هو معقد بتحليلات الدماغ هو الناس بتفكر انه شعور بيجي من القلب الى اخره ولكن الدماغ صرنا نحن متقدمين جدا بتحليلاته هلا بس خليني اذكر شغله مهمه كثير للناس مم. انه بس نحكي عن الذكاء الاصطناعي بيحكوا روبوتس هي مش موجود مش مزبوطة هي البرمجيات هي روبوتس كمان هي حتى الابلكيشنز تطبيقات <applause> الحواسيب <applause> بس من ذكيه هاي مانا ذكيه نحن بنسميها ذكيه ولكن الذكاء وقتها انا اقدر استوعب ويصير في تحاكي مع المشين او الاجهزه او الاله اللي انا عم بحكي عنها هلا وين القصه؟ القصه انه بدنا نحن نركب هالبرمجيه على اله عم تكون شبيهه للانسان، بس فينا احنا ركب الات عم تشوفوها يعني مخيفه بالاستخدامات وعم تقدر توصلنا لمحلات نحنا ما بنفكر فيها وخصوصا بعد سنه او سنتين رح تتخطى ذكاء الانسان بطريقه مخيفه، رح نبلش نعتمد على الحواسيب وهذا اللي عم بيصير ضمن ذكاء الاشخاص الصغار. اللي صراحة أنا ضمن الجدج تابول العالمي اللي هو بيتنظم سنويا عم نقدر نحن نلاقي هالأشخاص عمره 11 12 سنة بيقدر يخليك حتى بعملية الإنسان يعني أنت عم تشخصه بيقدر الروبوت يقول لك إذا عم تعمل غلط بالعملية أم لا شوف لأي درجة لا. وبعلم الحكيم هو وعم بيعمل العملية طيب أنطوان شو هي المهن يلي ممكن نخسرها مع الوقت ونخسر الإنسان فيها مع الوقت بسبب تولي الآلة مهمة أنا ضد هالمنطق صراحة وعدت كمان مثل مصر كمان ضد هالمنطق لأنه أنه رح تنخسر أنه رح تزول مهن في مهن حتزول طبعا بس يقولوا أنه الإنسان حيقعد بالبيت ومبطل يشتغل لا أنا ضد هالفكرة هلا بيوجه بيوجه حاله إيه. لمهنة ثانية إيه. بس إيه. بيقولوا مثلا الاتص... يعني اللي بيقعد على الاتصالات مثلا أو حتى اللي بيقعدوا على الصناديق بالسوبر ماركت صار كل كل السوبر ماركت صارت مليانة آلات بتغني عنهم هلا حختصر لانه جواب واسع جدا او مثلا مثلا صار فيك تحجز بطاقه سفرات اونلاين جوجل, جوجل فلايت. صح. عندك جوجل فلايتس عندك اكسبيديا عندك هالاشياء كلها سوا، هلا في وظائف عديده عم تنخسر بمعنى انه الاوبريشنال يعني العمليات آه العمليات هلا الاكثر من هيك لا ما لانه ناس جديده عم تتوجه لمحلات جديده بدنا ناس فيها هلا في عده فيلز يعني او اختصاصات ما عم نلاقي اشخاص كافيه ليتخصصوا فيها، هلا هل الجامعه بتقول لا عمول هذا الاختصاص بتلاقي شغل وبتكتر وعم يكون في معاشات كثير عاليه، فهون ما بقدر احدد لك شو حنخسر وشو ما حنخسر لانه بتعرف الوف الوظائف فيه او الاختصاصات <applause> ولكن اختصاصات معينه حتكون مش مفقوده ولكن يغطي الب... عنا صحيح. طيب قانونيا مع, مع انه يمكن السؤال بعيد شوية على الذكاء الاصطناعي ولكن قانونيا كما قلت قبيله انه يمكن فما حسب البرمجيات وحسب البرمجه اللي تستعمل يمكن فما شر كما فما الخير ولكن هوني هل هناك على الاقل وجود الى قانون يحمينا كاحنا كانسان من غزو الالات وغزو البرمجيات؟ سؤال جميل وذكي جدا عايزي. ومعظم الوقت مش يعني بيسالوني اياه بالجامعات لانه القانون ما عم بيخدمنا بصراحه وخصوصا قصه البرايفسي يعني اللي نحن عم نفوت فيها وما عم نخلص وكل يوم في عندك دعاوى خطيره على الشركات الكبرى مثل جوجل فيسبوك مايكروسوفت وما بنطلع معنا حق هلا اذا بيجي بقول لك في قانون اكيد لا لانه هلا بره كنت بفسر لحدا منكم كيف بتقدر يقول لك في انه في خصوصيه ولكن الخصوصيه فرجيك هلا على تليفونك انه انا فيني اخترقك وما في خصوصيه بالضبط هلا أنا عم بيقولوا انه في تشفيرات وخصوصيه وكذا بفتكر هيدي بدعه موجوده حاليا ما بدي اقول اكثر من هيك احسن بكره يحاسبوني بس عم بيحاولوا يشتغلوا على القوانين من خلال الحكومات القويه لسوء الحظ بالدول العربيه حكوماتنا عم تكون ضعيفه جدا بهالموضوع الا الامارات المتحده اللي هي عم تشتغل بقوانين جدا فعاله وعندهم وزير للذكاء الاصطناعي موجود حاليا لانه عارفين يمكن احنا واصلين او وصلنا على معك بالفكره ولكن يمكن كما قلنا احنا لانه معناه ان شاء الله احنا هذه امنيتنا إن لانه شاء الله. احنا نحكي على حاجه مستقبلا في دولنا العربيه الكل انه على الاقل حاليا الشباب هذا اللي موجود توا يحاول انه يشتغل على الموضوع هذا اكثر في الجامعات وانت كنت تحكي انه في الجامعه فيا انه يوصل الرساله الى كل الطلبه على الاقل انهم إن يحاولوا يشتغل اشتغلوا على هالفكره هذه خلينا نعود ونرجع اكثر الى الذكاء الاصطناعي نعم. والروبوت وحياه الروبوت هل يمكن وهذا يمكن سؤال شويه طريف توني ولكن هل يمكن انه نهار نرجع للبيت نقاو اكل من عند الروبوت ويكون عنده نفس طعم الشيف نعم 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 اكيد لا اكيد ايه لانه في هلا مطابخ ذكيه وفيها كمان ذكاء اصطناعي انت بتبعت الوصفه يعني معينه عبر الموبايل وبتوصل على الكيتشن يعني على مطبخ الآلي. انت كانك من مشجعي الذكاء الاصطناعي عم جرب نعطي ايميل للانسان انت عم تعترض من الموضوع لا لا مزبوط صفتك اختصاصك ما بدنا نخسرك لا 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 العكس ولكن على طول بقول لهم السلوك البشري اللي انا كنت عم بحكي عنه قبل شوي اللي هو اذا كان بطريقه الشر عم بيأثر جدا وبالنهاية الإنسان هو, هو اللي اختار على يعني الروبوت صحيح الإنسان هو اللي اختار الروبوت يعني ما في يعني غنى عنه نحن المفتاح نحن مم. المفتاح هون عم بيعملوا القوانين يعني أنتوا صبتوا على الميلتين ما بعرف الموضوع <applause> مضبوط ولكن القوانين حتحدد مفهومنا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتحددها غير هيك رح نكون بأزمة وقوية جدا ولكن برجع بقول لك إياها مش بعيدة إيه طبعا بعد الله سبحانه أنه يكون خلاصنا من خلال وباكد لك بالاحرى من خلال الروبوتكس او الارتفيشال انتليجنس حتى وصلنا لكواكب جديده لانه نحن بخطر جدا مخيف ولكن ما بعرف ليه يعني عم بكون في توعيه هالموضوع عالميا الخلاص يعني ليش لوين أه هلا بتعرف انت معظم أه معظم وكالات الفضاء عم بنبشوا على كواكب الناس بتفكر انه بس عم تنبش على كواكب انه قصه هينه ولكن هنا عم نبشوا على كواكب لانه اذا وصلنا لنهايه كوكبنا الارض وهو الاهم بالنسبه لنا بدنا نلاقي وسيله عيش اخرى على كوكب اخر فاللي عم بيصير هو انه ما عم بيكون في قوانين تحدد انه ليش عم نقتل نحل او ليش عم بيختفي حيوانات معينه وهذا حياثر على الانسان بعد كم سنه او بلشنا فيها هلا حاليا بيدمرنا لا. فمعظم وكالات الفضاء عم بينبشوا من خلال الذكاء الاصطناعي على موارد جديده للارض او الجبوة او حتى الانسان ينتقل من خلال الذكاء الاصطناعي او الروبوتس لا كواكب جديدة طيب سؤال الأخير عن التطبيقات يلي يعني موجودة على هواتفنا الذكية كنا عم نسمع مؤخرا عن وصول التطبيقات للخلايا الدماغية للإنسان أو حتى لريموت كنترول الخاص بتلفزيونه وبيسجلها على بيانات خاصة لوين وصلت هالتطبيقات بتطورها؟ هلا كمان يمكن هيدا الخبريه صارت قديمه بس حفسر لك وحانتقل لشو الاجدد أه معظم الناس بتعرف برين اكتيفيتي بقدر اعطي كوماند للتي في او اللي بدك اياه وبدك تتواصل معه هلا الاجدد والاطول هو النيورال نتوركس اللي هو جوات جسمنا بنقدر نتحكم بالقصص على جسمي شو بده تخيل هي درجه بس الاخطر انه الشركات ومنها مايكروسوفت وحاضره عم بيكون التخزين والتحليل من خلال دي ان اي مركب حمض النووي حمض النووي موجود بجسمنا وعملنا مؤتمرات عالميه بهالموضوع انه هلا هل يعني موجود القصه بس عم بيعملوا لها تيستينج وبعد كم سنه حتلاقيها موجوده بجسمك نعم. انا بدي فيك بس, أه بس خبير سيتك. في تكنولوجيا اضواء طنوس نحن <applause> لمسنا ذكاء طبيعي يعني حبيب. شكرا مش لك ابدا <applause>